وليد سهونة معكم من وامدا.com، قاعد مع حسين النتشة من دلالات.com. حسين، تحب تحكينا عن فكرتك؟ أكيد، شكراً لك. دلالات بتساعد الأرابيك بورترز إنهم يعرفوا شو الترند اللي بالسوق، شو الكلمات اللي أو دلالات تساعدهم عن إيش يكتبوا، إيش ينزلوا، شو الأشياء اللي تساعدهم يأخذوا سيرش إنجن أوبتمايزيشن لشغلهم، take better decisions بالبزنس تاعهم. بالطريقة اللي بنسويها إنه إحنا بنجمع كتير Arabic articles، بنحللهم عن طريق الكراود، focus crowd من Arab people. ببساطة بيحددوا مثلا الكلمات الذكر بهذا التكست هي عبارة عن أسماء أشخاص أو أسماء أماكن، الرأي هذا كان positive ولا negative. هل معناتها بنجمعها بنطلعها بالأول عن طريق marketing report، بساعدهم اتخاذ قرارات وتطوير البزنس. مع الوقت بصير عندنا داتابيز كبيرة بنستخدمها بشكل automation للسيستم، بطلع عندنا API as a new service، استفيد منها bigger websites like Yahoo. For example, they can use it as a real-time API. يربطوا big Arabic articles مع others in the spot, using of a high-quality indication. And you know, what's this about? About what? What's the hot keywords on it? And that sort. يعني زي ما فهمت، تاني stage من ال startup ما راح تحتاجوا crowdsourcing قد ما بأول stage. Yes, احنا هو حتكون additional service. السيرفيس الأولى حتكون موجودة. احنا من our assets is to have the crowd, managed focused crowd of Arabic experts or people, or people who want to work as a freelancers. احنا نسميهم دلالات workers. They got paid per job. هذول بيساعدونا بأكثر من task. فحتكون شغلة شبيهة بميكانيكال تيرك، امازون ميكانيكال سبورت، specialized بالarabic content. إنه هذا الفيد مش موجود حالياً عندنا، وفي عنا عم بيزيد زايد الأرض كنت عم بيزايد على الويب. للأسف ما في تكنولوجي company provide the service، وإحنا نحاول to take this market opportunity ونوفر هاي الخدمة للناس من جهة to work on ووقت شغل إضافي. نفس الوقت عم نحل مشكلة كبيرة بواجهوها الأرابيك بورتلز عشان تساعدهم more insights to develop their business. وبتقدر تحكي لنا شوي عن البزنس موديل تبعتكم، كيف راح تحصلوا مصاري، how you generate revenue streams؟ طبعا it's based on the service. السيرفيس اللي هي عبارة عن الريبورت، الماركتنج ريبورت تكون بالريبورت. طبعا احنا بنحاسب فيها الكراود، بياخذوا هم بير بيج. الاي بي اي برضه بيكون له اشتراكات شهرية او يومية بناء على الكواليتي السيرفيس، بناء على الاماونت اوف ورك، الترافيك اللي هيتس، الفيتشرز اللي كان ياخذوها، هل هي لاي ليفل. فذيس از اور برايسنج موديل. فمعظم الكوست زي ما بتعرف بروح للكراود بلس التكنولوجي ذات وي ار تراينج تو مينتين. وقديش من هاي التكنولوجي جاهزه حاليا؟ وين وصلتوا بالديفلوبمنت تبعت دلالات؟ طبعا الفكره طلعت بستارت اب ويكند امبارح، بس خلال يوم قدرنا نطلع بسمول بروتوتايب تو مانج ا فوكس كراود بالعربيك، تو ايدنتيفاي انه هذا التكست، هذا النيم هو كذا، هذا كذا، وبوزيتيف ولا نيجاتيف. طبعا احنا من اول از تيم معظمنا من شركه اسمها سياتل، احنا سبيشلايز بالماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس تكنولوجيز تو ميك ذا كمبيوتر لايك ا هيومن، ويش از ديلز وذ ساتش تاسك بس بشكل اوتوماتيد. هلا احنا اخذناها ل another level، انه we use also the crowd plus artificial intelligence to do both services. التيم تبعك تعرفت عليه من الشغل ولا من ستارت اب ويك اند؟ والله خليط، يعني في ستارت اب لقينا بارتنر خلال الستارت اب ويك اند فيرست داي. هلا هو potentially the business development and maybe the CEO of the company. I'm taking good care of the technology and manage the business team plus developing the business intelligence report. فهيك لقينا انه حلقه كملت هلا مع التيم، احنا هلا 5 اشخاص. وان شاء الله نكبر، وطبعا الهدف يكون عندنا thousands of Arabic workers بدلالات as freelancers. بس the team, the core team will be like something like this at the start. وهاي اول startup weekend event you attend. هذا اول
بالأردن، وأول إحنا بدنا نشارك فيه كان في قبل هيك في مصر في لبنان، لكن ما صحنا نشارك فيه. Our company, the most of the team of إلها حوالي سنتين ونص. بدنا نأخذ أكاونتات كبيرة في US، في دبي، منهم data mining and business analysis. قلنا خبرة ممتازة صراحة بمجال machine learning، how to automate human behavior activities, text mining, data mining. هلا عم نضيف لها بعد جديد بفتخروا هذا الماركت، ماركت العربي كونتنت. شكرا لوقتك حسين. شكرا لكم ويعطيكم العافية.